طبعا بعد يعني ثلاثية امبارح امام اسوان عندنا كلام كتير جدا كمان عن الماتش وعن الاداء وعن الخطه وعن المنافسات كمان اللي جايه. لسه عندنا باع كبير، بس كان حلو جدا زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه ان انت رجعت ورجعت للتالق بتاعك مره تانية، لان ده بيفرق بشكل كبير جدا مش بس على مستوى النقاط، على مستوى الشق النفسي والجاهزيه وغيره. فامبارح كانت يعني كان الفوز مستحق وكان لازم او لابد منه زي ما بيتقال. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق اللي منورنا كالعاده. بونجور يا كابتن. بونجور، صباح الخير. صباح الهنا. صباح الخير يا كريم. صباح العسل. ازي حضرتك؟ منور الدنيا كلها. الله يخليك. وليك وحشه والله، ما تغيبش عننا كده. الله يخليك. بتضرب غطس وبتختفي مننا احيانا وده مش حلو. ما كنت معاك من اسبوعين. ما اتمناش فيه. كل اسبوع تيجي تنورنا. انا كنت اجازه تقريبا. كل اسبوع تيجي تنورنا ان شاء الله. ربنا يخليك. طبعا متوقعين ان انت اكيد مبسوط بعد اللي شفته امبارح ولا ايه؟ اكيد اكيد طبعا. اكتر الامور اللي بسطتك ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقبال الحافل من الشعب الاسواني والمنظومه الاسوانيه كلها للنادي الاهلي، لمنظومه النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي، حاجه كانت بصراحه ساعدتني جدا، ودي ادت طاقه ايجابيه قبل اللقاء للنادي الاهلي. انت عارف طلع من مباراه الهلال الامور كانت مش متظبطه شويه، فالحمد لله دي اعطتنا برضو ايه طاقة إيجابية، والمباراة كانت ساعدت على التعافي النفسي. والدوافع طبعا للنادي الأهلي للمباراة ديت أكيد، والاستقبال الجماهيري اللي هو ما شفناهوش من فترة كبيرة في الدوري المصري، اللي هي بالمباريات اللي بتبقى خارج القاهرة في المحافظات، المصري الإسماعيلي المحلة المنيا. الماتش بتاع امبارح فكرنا بالأجواء اللي كانت قبل كده في الزمن الماضي، يعني زي ما بيقولوا يعني الزمن الجميل. الشكل كان مميز جدا جدا. صح. حتى جماهير النادي الاهلي ادت دفع كبير جدا جدا لفريق النادي الاهلي امبارح. صحيح. تفضيل اجواء المصاحبه للمباراه، رؤيتك للمباراه نفسها بقى. المباراه طبعا مع كل الدوافع دي وكل اللي حصل ده قبل المباراه ادى حافز كبير جدا بتنعكس اكيد. وانعكس بايجابي لصالح النادي الاهلي بعد مباراه الهلال. الاهلي قدم شوط ولا اروع امبارح، لعب مباراه كبيره جدا جدا بالاخص الشوط الاولاني. اللعيبه بعض اللاعبين طبعا كلهم قدوا، بدايه من الشناوي، وكل واحد كان ليه دور في المباراه. أكيد. بس اللي كان مميز جدا جدا وخد نجم اللقاء حسين الشحات، طبعا رغم ان هو ما سجلش في اللقاء بس عمل اسيستات رائعه، ثلاث اهداف. طبعا نيجي لمروان عطيه، البدايه بتبقى من عنده. أيوة. بس اللمسه الاخيره لحسين الشحات، وجود كهربا في الملعب ادى عامل مؤثر جدا لخط هجوم النادي الاهلي. طبعا من اداله فعاليه بما يملك من امكانيات عاليه جدا سواء على الارض او حتى في الحاجات العاليه. والتحركات بيساعد اللعيبه اللي جايه من نص الملعب، بيفتح مساحات، وبصراحه صنع الفارق. يعني بدايه من الهدف اللي هو احرزه الاولاني من الاوفر بتاع حسين الشحات. أيوة. عطى قوه وعطى باور لتيم النادي الاهلي. ان بعديل تالق قفشه في التسجيل، عبد القادر، بس اللي كان لافت للنظر قوي قوي حسين. ودي حاجه كويسه جدا، بدايه بعد ماتشات كاس العالم للانديه ابتدى يرجع لمستواه اللي هو كان بادئ بيه مع النادي صح. الاهلي. حسين لعيب كويس جدا طبعا ومميز، لما بيكون فايق بيفوق الناس اللي هي في الثلث الاخراني. صحيح. ثلاث اهداف جمال، عطوا معنويات عاليه جدا، وعطوا ارتياحيه لمستر كولر. ان برضو انت لما بتسجل في الاول يا كابتن كريم بتديك ارتياحيه للفرقه واللعيبه، وبالذات لما انت تكون مسيطر ومستحوذ، بس يكون الاستحواذ ايجابي بتسجيل اهداف. فدي عطت الاهلي افانتاج كبير ودعمت الصداره. وزي ما قلت لحضرتك انت جاي من مباراه الهلال يعتبر نفسيا مش احسن حاجه خالص ولا نتيجه ثانيه. برافو عليك. باحداث اللقاء طبعا مش عايزين نتطرق له ثاني. لا احنا تطرقنا اللي قبل المباراه يعني. واللي بعد المباراه الاهلي من ناحيه تطرقنا لا اللي قبل المباراه تطرقنا. وبعد المباراه يعني كويس النادي الاهلي برضو ايه كان متماسك. لسه كنا بنتكلم والله يا كابتن صديق على تماسك يعني علي لطفي تحديدا اللي مش موجود ده غير عند نسبه قليله جدا من البشر. ان حد يعتدي عليا بالضرب وانا امسك نفسي علشان ما اعملش ازمه للنادي اللي انا يعني بنتمي ليه، بس مش اي حد يعرف يعملها. سمعت
شفت الواقعة دي ازاي وشفت رد فعل عادي؟ سمعت طبعا حضرتك علقتي عليها انت وكريم قبل قبل من الحلقه يعني. حاجه طبعا تحس بلعل لطفي وتحس بمنظومه النادي الاهلي. اللي بيخش النادي الاهلي عارف قيمه وحجم النادي الاهلي في الوطن العربي وفي اوروبا دلوقتي بما يملك من امكانيات واحتكاكات عالميه واحتكاكات افريقيه. علي بيمثل النادي الاهلي فكان عامل كنترول عالي جدا جدا وعنده ثبات انفعالي غير عادي ما لا يملك الامكانيات دي غير اللي متواجدين في النادي الاهلي. اي حد تاني كان ممكن ينفعل وممكن ده النجوم عالميه بتنفعل وبتردها وكان الحدث اتطور وكان بالزبط. ممكن سلوكيا كان خرج عن النص بس هو بيمثل مصر قبل النادي الاهلي. النادي الاهلي المصري في النادي الاهلي الاهلي فدي حاططها برضو قدام عينيه فبصراحه يحسد عليه علي لطفي. طب احنا يعني حاجه يعني بصراحه تتحسب له يعني. احنا هنفضل لغايه امتى بنراهن على الثبات الانفعالي للنادي الاهلي كمجلس اداره وككيان وكفريق اول لكره القدم؟ هنفضل لغايه امتى بنحافظ على ثباتنا الانفعالي قصاد مهاترات او عبث من طرف مش بيلتزم او مش بيحترم قوي الكيان اللي هو بيمثله بقدر احترامنا احنا للكيان اللي احنا بنمثله؟ الاهلي او الكيان اتعودنا على الانضباطيه داخل النادي الاهلي في كل الاوقات في كل المجالات في صراعات مع النادي الاهلي في كل المنافسات اللي بيخش فيها بس الحته دي والثبات الانفعالي موجود. ده متورث من ادارات النادي الاهلي. كل الناس طبعا اللي بتكون موجوده بتكمل المسيره. النادي الاهلي مبادئ واحترام قدوه لكل الانديه. بيقدر يتعامل وبيقدر يعمل كنترول في اي وقت في وقت ممكن اي نادي تاني او اي منظومه تانيه تخرج على النص ويبقى في انفعالات كبيره. النادي الاهلي المباراه قبل المباراه جماهير الهلال دخلت الملعب التمرين ضربوا شماريخ طبعا. ممكن النادي الاهلي كان مندوب موجود معاهم مندوب الكاف وقتها كان يحتاج وكله كتب في تقرير طبعا. بين الشوطين بعد التقرير بقى ما اتكتب يعني في المباراه والتقرير اتكتبت واتبعتت لبره بس ما حدش خدوا قرارات. النادي الاهلي حصل له موقف اصعب من ده بكتير. الجماهير في 2020 نزلت الملعب في مباراه الهلال كان ممكن اللعيبه دي ممكن حد فيهم يجرى له حاجه طبعا. يعني كان في بصراحه انا مش عارف الاخوه في السودان احنا كل الاحترام والتقدير ليهم بس دي بتبقى قله لان طبعا. الشعب السوداني بيحب النادي الاهلي وجماهير الهلال او المريخ عارفين حجم النادي الاهلي في القاره وفي احترام بس في ناس بتخرج عن النص. النادي الاهلي لحد امتى زي ما بتقول المفروض ياخد قرارات ومثلا زي الانديه الثانيه ما بتعمل بس النادي الاهلي اصل الثبات الانفعالي اللي حضرتك بتتكلم عليه وبتشيد بيه عند النادي الاهلي والقائمين عليه ومنسوبيه ولاعبته ده وضع. لكن بالنسبه بقى للجماهير يعني نواد وهي بتتكلم في الحته دي انا نفسي حسيت يعني حسيت تفصيله كده انا عارف ان التفصيله دي موجوده عند ناس كتير. احنا مقدرين جدا الرقي واحترام وثبات الانفعالي اللي عليه النادي الاهلي لكن انت في قرارات نفسك بتبقى برضه بتفرق يعني كواليتي اللي انت تعرضت له بتفرج. يستدعي ان انت تشفي غليلك انجاز التعبير. ما انت صعب تاخد موقف. الاهلي زي ما بيقولوا ما بينسحبش من الميدان بيكمل يعني اي حد تاني كان ممكن زي ما بيقولوا ايه يرمي الفوطه ويحتاج يتغلب وبتاع لا المركب بيسير وبنكمل المباراه خلاص قفلنا صفحه المباراه دي بايجابياتها بسلبياتها. في امور تانيه اداريه النادي الاهلي بياخد فيها موقف مع الكاف مع التقرير اللي اتكتب زي ما نواند بتقول المراقب كان موجود كتب كل حاجه في التقرير. الاهلي مش هيفضل بقى يستنى التقرير او يقف يحط ايده كده لا الاهلي بيكمل مسيرته وبيصير الامور الاداريه تمشي بيتابع حقه ويكمل صحيح. المشوار بتاعه جه لعب مع اسوان دخل في مود تاني لان عنده استحقاقات وعنده المشاركه الافريقيه قويه جدا جدا. فانا بقول لحضرتك زي ما بتقول ايه كل وقت هو الاهلي بيعرف يتعامل تمام في الامور الفنيه ليها ناسها والامور الاداريه ليها ناسها ومجلس اداره احنا كده كده هنتابع كابتن صديق مش يعني احنا متابعينه ومتابعين اللي هيحصل كمان ورد الفعل من الكاف لان لازم يكون في محاسبه راضعه مش بس محاسبه وخلاص اكيد. والاهلي هياخد حقه والحقه هيجي له لغايه عنده معزز مكرم مفيش اي مشكله. التسامح ما ينفعش يبقى مع اي حد يعني هي دي النقطه ويمكن ده اللي اتكلمنا فيه او الجماهير يا كريم لو انت فاكر اتكلمنا فيها يعني انا اسامح او ان انا اعدي زي ما حصل في 2020 اوكي بس ده ما ينفعش الناس اللي قدامك مش كلهم بيفهموا النقطه دي فواضح ان هي ما اتفهمتش فعلا. اكيد التسامح في وقت معين يكون مطلوب
بس في وقت معين لازم يكون في قرارات رادعه وفي قوه. ده الموضوع ابعد من ان قدامك كمان يا نهاوند مش بيقدر لك ده ساعات كمان بيبقوا مدركين ده وبيستغلوه، يعني بيستغلوا كياستك ورقيك وردود افعالك ويضغطوا عليكي من هذا المنطلق الى ان هم الى حد ما عارفين ان الكيان ده كيان راقي ومحترم حتى في ردود افعالك. عشان كده بس ما بيتهزش ما بيتهزش وما فيش حاجه بتاثر فيه. يعني هو ايه الحمد لله. وليه نبقى عرضه ونبقى ليه في مرمى نيران مغرضين؟ مش عرضه، ما دي بتبقى حاجه خارجه عن ارادتنا. مش كل الناس بتحب النادي الاهلي، ما في ناس او قله بتيجي مثلا زي ما تقول ايه بتكسر في النادي الاهلي. قبل كده من سنتين الاعلام اشتغل على النادي الاهلي وكان في ضغط غير عادي وغير طبيعي لمنظومه النادي الاهلي، بس الاهلي ما بيقعش الحمد لله. بيفضل متماسك باخلاقه بمبادئه بقيمه، وزي ما قلت لحضرتك طالما في ناس بتدير في النادي الاهلي بتعرف تتعامل ما تخافش على النادي الاهلي. من مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب وبقيه اعضاء مجلس الاداره كلهم بيعرفوا بياخدوا قرارات في الوقت المناسب ويعرفوا يتعاملوا مع الشخص او اي منظومه تبقى ضد النادي الاهلي. فاحنا خلاص قفلنا الصفحه دي. تعالى بقى دخلنا نفتح على ماتش اسوان. لا اسوان بقى وسان داونز عشان الوقت وسان داونز. انا بس عايز اقول حاجه هنا لان من تصريح كولر بعد اسوان هنخش بقى بيها بالتصريحات دي على سان داونز. عجبني جدا واحنا قلناه انا وكريم في الانترو، وفكره ان هو قال احنا كان عندنا مشكله والمشكله دي احنا بنشتغل او اكثر من مشكله واحنا بنشتغل على هذه المشاكل ان احنا نعالجها. وده تصريح مهم جدا لان مش شرط المدير الفني لاي فريق يطلع يقول لك انا عندي مشاكل، ممكن يقول لك انا يعني فرقتي جاهزه لكن دي ظروف مباراه وغير، لكن هو تحدث ان احنا عندنا مشاكل واحنا كلنا شايفين ان احنا عندنا تحديدا مشكله في اللمسه الاخيره. أكيد. بنعاني منها بقالنا موسم واثنين ونص موسم. أكيد. دلوقتي فالتصريح مهم جدا علشان انا مش عايزه اشوف ده معايا بعد كده بقى سواء افريقيا او محليا بدايه مع سان داونز. اكيد اكيد، وتصريح مهم جدا في وقت مناسب جدا. وهو كل المشكله اللي عندنا بتبقى موجوده او منحصره في الثلث الاخراني اللي هو الحته اللي فوق. ساعات الحته اللي فوق لما يكون اللعيبه فايقه ان كان شريف او مثلا كهربا لو ليه تواجد او شادي برده ان شاء الله يرجع باذن الله في فورمه عاليه، الحته اللي فوق دي بتفرق مع النادي الاهلي لان في ماتشات بتروح مننا الحته دي. حتى حصلت ماتش ريال مدريد او حصل ماتش في فلامينجو، الماتش فلامينجو بيجي لك فتره معينه لو انت مش هتسجل بيتسجل فيك. فالحته دي مهمه جدا جدا ان المدرب يقول تصريح. ماتش اسوان الحمد لله المباراه انتهت، خدنا المطلوب من المباراه وادينا بقوه واللعيبه ادت شوط اولاني بالذات بنسبه 90% 95%. الراجل بيتكلم على الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه احنا هتلاعب سان داونز، مطلوب منك برضو الحاجه الكويسه اللي في صالح النادي الاهلي عندنا مباراتين في ملعبنا، المباراتين اللي جايين في البطوله الافريقيه ودول في ملعبنا، فبرضو بيعطونا افانتاج بيعطونا ارتياحيه اكتر غير ما يكونوا خارج ملعب النادي الاهلي. التركيز كله ان النادي الاهلي الحته اللي فوق الناس اللي تبقى متواجده اي حد بيبدا المباراه لازم يكون في دقه وفي قوه في الحته الثلث الاخراني في انهاء الهجمات، لان المباريات دي لو مش هتخلص ان انت تسجل وتبقى مسيطر ممكن لا قدر الله في اي وقت يتسجل بيجي في الجون طبعا. ال 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 الحته اللي فوق بتفرق. هو بالمناسبه ودي برضو تاني حصلت في ماتشين بتوع ريال مدريد وفلامينجو، هو ليه لحظه فقدان التركيز ساعات بتطول؟ يعني انت ممكن تفقد تركيزك للحظه بعد كده ترجع تتدارك الحكايه وتدخل في الفورمه مره ثانيه، لكن احنا لما بنفقد التركيز بيدخل فينا جول واثنين واحيانا ثلاثه. مظبوط. ليه بتطول؟ بدليل احنا جه فينا جوان في كاس العالم للانديه في وقت خلاص بالنسبه للغه الكوره ميت. لا وقت ميت الوقت الضايع قرب يخلص وكورتين ما لهمش لازمه. صحيح. بيبقى خلاص بقى التركيز قل عند اللعيبه لان برده في اوقات انت لما يخش فيك جون او اثنين في لعيبه زي ما حصل مع ريال مدريد امبارح يعني. خلاص بقى تلاقي بتنعكس على اللعيبه، بس دي بتفرق بقى في وقت معين لازم يكون في خبرات في الملعب، خبرات كبيره بالذات عندهم مشاركات كتير افريقيه وفي كاس العالم للانديه اللعيبه كلها ناضجه بتاعت النادي الاهلي، بس الوقت معين ساعات بتهرب منك. بس انت لو مش هتسجل هيتسجل عليك. احنا خدناها بتركيز. ايه اللي فرق مع النادي الاهلي امبارح؟ ان الضغط كان جامد جدا في الثلث الاخراني على لعيبه اسوان، نزلنا بقوه عكس مثلا ما بتلعب وانت ما بتضغطش على الحته اللي فوق على الخصم بتدي ارتياحيه للخصم يمسك وينقل ويقف في الملعب. لا اضغط، الضغط فوق بيخليك انت تستحوذ وبيخليك تغلط المدافع اللي قدامك وبيخليك تجيب اجوان طبعا. بنحرز اهداف
بسبب ان احنا بنسيطر وبنضغط بقوه. صح. انت الماتشات اللي هي راحت منك بيجي لك حاجات مرتده او بيجي لك حاجات انفرادات، بيبقى في رعونه شويه او عدم زي ما حضرتك قلت مفيش تركيز، والتركيز بيقل بتنعكس عليك الكره بتترد بتيجي في الجول ثانيه. انا مش عايز اقول عشان طبعا ما نهمتش اللعيبه بتاعتنا، احنا محتاجين نديهم باور ونديهم دافع للفتره اللي جايه مهمه جدا جدا، بس الفرص اللي بتيجي لازم تستغل. صحيح. فالراجل بيشتغل يعني، شفت الراجل امبارح لما لعب ريال مدريد الكولر لعب بطريقه كويسه جدا جدا، الماتش كان 2-1 لحد نهايه المباراه وداخلين على الوقت الضايع. أي. ان الراجل مذاكر الفرقه قدامه بيعمل اللي عليه، تكتيكيه المدرب بيشتغل على الارض، بس في حته مش بتاعت المدرب ان انا بعمل شغلي كله طول التمرين الوحدات التدريبيه والاسبوع كله لازم لحد ما اوصلك للهدف، بس هو مش هينزل يجيب جون. بالظبط اللي يجيب الجون راس الحربه اللي جاي من تحت، ليه انا بحب كهربا بتمنى يكون موجود في ملعب عنده الحته اللي فوق دي، عنده دهاء في التصرفات في الحته اللي في الصندوق، سواء مثلا بيسند لحد جاي من تحت، الكور اللي جات له اتعامل معاها كويس جدا، بيهرب من المساكين، بينزل مع نص الملعب، فلازم الحته اللي فوق دي يكون التركيز فيها عالي جدا جدا، وبالذات في الماتشات المهمه اللي انت لازم مش تستحوذ بس، اللي انت لازم تحسمها، يعني زي سان داونز ده فريق كبير وفريق مميز كسبان مباراتين وحقق 6 نقاط. ايوه. فانت هتلعبه وانت لسه ما عندكش نقاط لان انت ناقص مباراه اللي هي المؤجله بتاعت القطن. أيوه. القطن للكاميرون، فان شاء الله من البدايه هنلعب ان احنا نستغل ان هو المباراه في ملعبنا، وزي ما تفضلت لازم التركيز يكون عالي جدا جدا عن الفتره اللي فاتت. لان ما فيش تهاون. طبعا طبعا خلاص بقى. خلاص، وانت لما بتنزل تجيب جون وتجيب 2 الفريق اللي قدامك برضو بيتحجم طبعا، بيهبط شويه طبعا. غير النتيجه 0-0 او 1-0 الماتش مكهرب. طبعا. فان شاء الله باذن الله انا شايف مستر كولر شغال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه، وهو في ميزه كويسه كل ماتش بيبقى ليه تركيز اعلى من اللي قبليه، وبالذات في الحاجات المهمه زي المباراه اللي جايه، وهو شايف في النادي الاهلي موقفه ان شاء الله باذن الله لا بديل عن الفوز طبعا، وفوز يكون باهداف، وفوز يكون فيه داخل عليه اللعيبه مركزين بقوه، لو لعبنا زي الشوط الاولاني بتاع اسوان ان شاء الله ممكن في اول ربع ساعه ربنا يكرمنا نجيب جون ونجيب جونين، لان المباراه في ملعبنا. طيب كابتن صديق عشان الوقت بيجري خلينا بقى نروح لملف منتخب الشباب، لان برضو ما ينفعش ما نتكلمش مع حضرتك فيه. ملف مهم جدا، عندنا مباراه امام نيجيريا. تعادلنا تعادل سلبي امام موزمبيق، وكان مش متوقع شيء، موزمبيق كانت اسهل المجموعه بتاعتنا، كنا نتمنى ان احنا يعني نحقق الى حد ما سكور، لكن عندنا نيجيريا. نيجيريا مش منتخب يعني قليل، بتتوقع ايه برضو موزمبيق؟ هقول لك التوقعات، بس موزمبيق ما يعتبرش برضو فرقه ضعيفه، اسهل من نيجيريا على سبيل المثال يعني. مقارنه ببقيه نيجيريا نيجيريا يعني هي ولا السنغال؟ لا السنغال رقم واحد، بدليل السنغال نيجيريا. السنغال كسب نيجيريا، ربح من نيجيريا، احنا تعادلنا مع موزمبيق. اول مباراه بيبقى ليها ظروفها برضو، ان طبعا البطوله بالنسبه للعيبه مباراه مثلا، اول حاجه الحته الاعلاميه مش مسلطه يعني على المنتخب ده شويه، ما انا برضو نديهم حقهم. ظروفها ازاي ده انت البطوله على ارضك وانفتاح وبتلاعب فريق معقول؟ دول منتخب شباب، طبعا كلهم بيلعبوا درجه اولى اغلبيتهم في ادنيته. مره المنتخب الاول في امم افريقيا كان في نجوم حدث ولا حرج، المنتخب الاول بتاعنا كان على ما اعتقد 86 غلبنا اول مباراه من السنغال، واحنا منتخب بقى كل واحد بفرقه لوحده اسمها السنغال، بس بعد كده خدنا البطوله. لا اسمها السنغال، ما انا اقول لحضرتك على حاجه، البطوله موزمبيق ممكن اول مباراه ليها ظروفها، هي انتهت بالتعادل. انت فاهم قصدي؟ السنغال يا شريف، انا معاك، بس اللي خد البطوله مين؟ مصر. والسنغال طلعت، السنغال طلعت واحنا اللي خدنا البطوله. بالنسبه لمنتخب مصر خدنا البطوله في 86 بعد الارجنتين اتغلب اول مره في كاس العالم من الكاميرون، وهو خد البطوله. الارجنتين اتغلب من السعوديه وجي في الاخر خد البطوله، البطوله كاس العالم اللي فاتت. ايوه بس صح ولا السنغال. طب ما بالنسبه يا كابتن وقفنا احنا عند النقطه دي كابتن كريم. لا ما انا عايز اقول لك ان الكوره فيها كل حاجه، في مردود في الملعب من اللعيبه، او في متغيرات غير اللي انت مثلا بتبقى حاطط توقعات قبل المباراه، ان مثلا موزمبيق دي فرقه ضعيفه جدا جدا، ممكن تنزل في المباراه يبقى انت
مش داخل المباراه بقوه. بس انت لما دخلت الماتش ما اتفاجئتش بان موزمبيق اقوى بكتير من اللي انت متخيله، انت اتفاجئت بان انت اقل من اللي انت متوقعه. اول مباراه نلتمس العذر برضو للمنتخب، اول مباراه ليهم وظروف الماتش كانت كده. المهم ان انت ما خسرتش، انت ممكن كان بكره كان في واحده المدافع بتاعنا طلعها بدماغه الشوط الاولاني، هو غلط واتشاطت من بره من جوه بعد ال 18 حاجه بسيطه، راح شالها بدماغه، كانت ممكن تيجي فيك جون والفرقه الثانيه تقف ورا وانت تخسر. فالحمد لله انت تعادلت برده، خدت ايه بونت في الماتش ده. التركيز كله فين بقى هنا نتكلم فيه؟ في الفتره اللي جايه. بالظبط. عندك نيجيريا بكره فرقه كبيره زي ما تفضلت، وعندهم امكانيات عاليه جدا وعندهم خبرات ومشاركات كبيره جدا. ده اللي فيه التركيز يكون عالي جدا. الكابتن محمود جابر عارف ان المباراه دي لا بديل عن الفوز، لان انت لو ما كسبتش واي نتيجه عكسيه ممكن تلاقي نفسك مش موجود. صح. بعد كده في البطوله زي ما تفضلت يعني. السنغال فريق قوي طبعا، الماتش بتاعه هيبقى ماتش صعب جدا جدا على لعيبه منتخب مصر. بس نبدا بنيجيريا، لو اتوفقوا الاولاد ان شاء الله بكره وعملنا نتيجه ايجابيه هتلاقي منتخب غير اللي لعب الماتش الاولاني. في متغيرات يا كابتن كريم، المباراه بتختلف من ماتش لماتش. صحيح. وانا دلوقتي زي ما بيقولوا ايه على الورق غير في الملعب، بتلاقي منتخب ضعيف جدا او تلاقي فرقه ضعيفه جدا. يعني زي ما اتفضلت من شويه ريال مدريد امبارح مغلوب 2، انت اي حد بيتفرج على المباراه قال لك خلاص بقى لو جم الجون الثالث اللي صلاح دخل بيها وانفراد خايفين يخش عليها حطها جنب العارضه، لو دخلت وبقى 3 بالظبط الوضع هيختلف شويه، انما 1 أو 2 بتلاقي برضو النتيجه قريبه. فان شاء الله المباراه بتاعت نيجيريا تركيز عالي جدا زي ما قلت، الجهاز الفني الكابتن محمود بكره الكابتن محمود جابي عارف لا بديل عن الفوز. طب. فبكره ان شاء الله هتشوف منتخب تاني ويخش على السنغال يكون بارتياحيه. بس السنغال ان شاء الله. انا بقول لحضرتك انا معاك، انت ماسك على الحته دي عشان السنغال دلوقتي عندهم ايه؟ منتخب اول قوي، عندهم ناشئين وشباب بصراحه عاملين حاجه طفره. صحيح. الفترة دي بتاعت السنغال كل الفئات العمرية الحقيقة دايما عندهم ما انا بقول لك هم مميزين طبعا. بس انا بقول لك بتختلف من مباراة لمباراة، لسه بقول لك ريال مدريد اهو. فان شاء الله انا بوعدك باذن الله ان الواحد يكون متفائل ونعمل نتيجة ايجابية بكرة باذن الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن صديق نورتنا وسعداء بجد بوجود حضرتك معانا كالعادة يعني. ربنا يخليك، انا سعيد جدا موجود معاكم. ربنا يخليك يعني. بتنورنا وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. نشكرك على وجودك معانا، وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان ثالث واخر فقراتنا الحواريه وهي فقره الضيه مسجله. خليكم معانا.